يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذه المقولة: نحن في خدمة الله عز وجل، أو نحن خدم لله عز وجل؟ هذا تعبير الصوفية، يسمون العبادة خدمة، يسمون العبادة خدمة، وهذا غلط، ما يسمى خدمة، يسمى عبادة كما جاءت. نعم. يقول فضيلة الشيخ والعوام يقولون خادم الله مخدوم، هذا كله غلط. نعم.